أهلا بكم، أنا زينة صوفان من دبي ومعي خريطة المال في عناوينها. أوبك بلس تمدد اتفاقا تاريخيا لخفض الإنتاج وتشدد على ضرورة امتثال المنتجين للتخفيضات والحصص المقررة. فجوة كبيرة تفصل الاقتصاد الأمريكي عن أداء وول ستريت وجدل متصاعد حول طريقة احتساب أرقام البطالة الأخيرة. قطاع التكنولوجيا المالية يستفيد من رياح صديقة في ظل كوفيد 19، فما هي آفاق القطاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ أهلا بكم. اتفقت منظمة أوبك وكبار المنتجين من خارجها وعلى رأسهم روسيا في عطلة نهاية الأسبوع على تمديد خفض قياسي في إنتاج النفط حتى نهاية يوليو المقبل، في استكمال لاتفاق أبريل الذي ساهم في مضاعفة أسعار الخام في الشهرين الماضيين وفي سحب قرابة 10% من الإمدادات العالمية من الأسواق. وطالبت أوبك بلس دولا بينها نيجيريا والعراق تخطط حصص إنتاجها في مايو ويونيو بالتعويض عن ذلك عبر تقليص إضافي بين يوليو وسبتمبر المقبل. برنت أغلق عن $42.30 في تسوية الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ 3 أشهر بعد أن كان قد انخفض دون $20 للبرميل في أبريل. وخام غرب تكساس أنهى الأسبوع عن $39.55. ووفقا لأرقام إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يشكل إنتاج النفط الأمريكي 19% من الإنتاج العالمي، حيث احتلت الولايات المتحدة كما في نهاية 2019 المرتبة الأولى في لائحة منتجي النفط حول العالم. وفي المرتبة الثانية حلت المملكة العربية السعودية بحصة سوقية بلغت 12%، بينما جاءت روسيا في المرتبة الثالثة بحصة بلغت 11%. ومع إقبال منظمة أوبك على تخفيض إنتاجها خلال السنوات القليلة الماضية، انخفضت حصتها من سوق النفط العالمية إلى 30% في عام 2019، علما أن هذه الحصة كانت قد بلغت أعلى مستويات لها على الإطلاق في عام 2012 عند 35%. تحدثت قبل قليل مع روبن ميلز الرئيس التنفيذي لشركة قمر للطاقة، فسألته عما إذا كنا بصدد قوة في سعر برميل النفط، وعما إذا كان تمديد الاتفاق يواجه رياحا معاكسة. أعتقد أن معظم الارتفاعات في الأسعار حصلت بالفعل كون هذا الاتفاق كان متوقعا. كان هناك محادثات خلال الأيام الماضية بين السعودية وروسيا والعراق وكافة الدول للتأكد من التزام الجميع بالاتفاق. الاجتماع كان قصيرا وتم التوصل إلى الاتفاق بشكل سريع. الأسواق رحبت بتمديد الاتفاق لشهر إضافي وارتفعت الأسعار. أعتقد أن الأمور جرت بشكل جيد حتى الآن، وأعتقد أنه سيكون هناك تحديين رئيسيين لاحقا. الأول يتعلق بوقف الإنتاج لدى بعض المنتجين، لا سيما في الولايات المتحدة وكندا عندما كانت الأسعار منخفضة. حاليا الأسعار ارتفعت إلى نحو $40 للبرميل، والكثير من الإنتاج الأمريكي سيعود إلى الأسواق. أما التحدي الرئيسي الثاني فهو الطلب. نعم، ارتفاع الأسعار أتى نتيجة تخفيض الإنتاج، ولكنه أيضا أتى نتيجة بدء تعافي الطلب. العديد من الولايات الأمريكية عادت إلى الحياة الطبيعية، وتم تخفيف إجراءات الإقفال في العديد من الدول الأوروبية، إذن الطلب يتعافى. ولكن السؤال يبقى، ما هو مدى هذا التعافي؟ وهنا أرى أمرين مهمين. الأول يتعلق باحتمال حصول موجة ثانية من الفيروس وعودة الإقفال. رأينا بعض الدول التي شهدت ارتفاعا جديدا في الإصابات مؤخرا. السؤال الثاني يتعلق بحجم التداعيات الاقتصادية للفيروس. هل سيكون هناك ركود اقتصادي عالمي عميق؟ في هذه الحالة قد نرى انخفاض الطلب على النفط في دول مثل الصين، كون الطلب على المنتجات الصينية سيتراجع، وفي هذه الحالة سيتراجع الطلب على السفر والشحن. لذا ينبغي أن نراقب حجم التداعيات الاقتصادية. وإلى الأسواق الأمريكية التي أغلقت في نهاية أسبوعها يوم الجمعة على ارتفاع، فصعد مؤشر داو جونز الصناعي بواقعة من 129 نقطة، بينما ستاندرد أند بولز ارتفع ب 2.6% بعد أن قال مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن معدل البطالة لشهر مايو انخفض إلى 13.3%، وهو ما يأتي على خلاف توقعات وول ستريت بزيادة مستمرة في عدد العاطلين جراء جائحة فيروس كورونا. ويأتي التراجع في مايو بعد معدل البطالة قياسي في الشهر السابق سجل مستوى 14.7%.
وأتوجه إلى نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في FBS ينضم إلي عبر سكايب من أبوظبي. نور أهلا وسهلا بك. يبدو أن هناك لغطا حول طريقة احتساب بيانات سوق العمل، ويبدو أن ثمة فجوة كبيرة بين أداء الأسواق الأمريكية من جهة وبين الاقتصاد الحقيقي من جهة أخرى. ما هي تداعيات هذه المسائل برأيك؟ صحيح، هناك تحقيق قد فتح خلال عطلة نهاية الأسبوع من قبل دائرة الإحصاءات التي ذكرت أن هناك خطأ كبير في حساب الأرقام، وأصبحت أيضا المؤشرات على الأقل وبالمقارنة مع طلبات الإعانة لمدة 4 أسابيع سابقة تشير إلى نسبة البطالة وصلت إلى 19%. الخطأ أتى في أن معظم الوظائف التي تم تسريحها وضعتها دائرة الإحصاءات العامة على أنها تسريحات مؤقتة، وأن الشركات التي عادت لطلب هذه أو لطلب الموظفين للعودة إلى العمل على أنها وظائف جديدة. لذلك هذه الأرقام غالبا ما سيتم تعديلها خلال فترة أو خلال التقرير المقبل، تقرير شهر يونيو. لكن في ظل الوضع الحالي الأرقام بالفعل الأمريكية أو المؤشرات الأمريكية لا تعطي مرآة لما يحدث في الاقتصاد حاليا. هناك لدينا ارتفاعات كما ترين ورائي، معظم المؤشرات الأمريكية وصلت إلى أكثر من 80% من الخسائر باستثناء داو جونز أو باستثناء عفوا ناسداك الذي وصلنا إلى مستوى تاريخي. هذه الفجوة غالبا لن تستمر، وستعود من جديد الأسواق في وقت ما إلى الأساسيات التي حتى هذه اللحظة تشير أنه لازلنا في مرحلة ركود اقتصادي. نور الدين الحموري ابقى معي، سأعود إليك بعد قليل. وفي استجابة لمتغيرات سوق العمل، بادر عدد من قادة الأعمال عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى مد يد المساعدة لمن فقدوا وظائفهم داعين إياهم للتواصل معهم. بهاء بدران نائب التكنولوجيا السحابية في شركة SAP تحدث إلى يمين موريال عن السبب الذي حدا به إلى نشر رسالة عبر لينكدين في هذا الاتجاه. إذا من رائب الإمباكت الحقيقي تبع هيدي الكرايسيس، منشوف أنه أكيد أغلبية المجالات أغلبية الإندستريز تأثروا بشكل سلبي بالموضوع، وصار في كتير خسارات وظائف بأغلبية الإندستريز. بس في بعض الإندستريز كان عندهم تأثير إيجابي، ونحن من العالم اللي محظوظين بالتكنولوجي إندستري، وخصوصي أنا باختصاصي بالإي كوميرس. في عنا اكشلي كتير زبونات كان عندهم نمو، وكان في growth exponential وسريع كتير، وهذا الشيء دفعهم ليعملوا اكتر investment in their digital future بالتكنولوجيا وبالsoftware اللي بيستعملوا. فاللي حسيناه نحن بالleadership group تبعنا هو انه عنا مسؤولية انه نجرب نساعد العالم، نوجههم نحو opportunities أو فرص ممكن تعوض عن خساراتهم، بهدف أنه ندعم الكوميونتي المجتمع حوالينا خصوصي بقلب القطاع التكنولوجي حتى يلاقوا هدول الفرص. هو أصعب شيء الشخص يلاقيهم، وبظل نحن وجودنا بهذه الاندستري نقدر نساعدهم يلاقوها بشكل أسرع، ونوجههم عند عالم يمكن ما يكونوا بيعرفون، بس من خلال علاقتنا المشتركة ممكن نساعدهم أنه يلاقوا هذه الوظيفة بشكل أفضل. وهذه نظرة على الأداء الأسبوعي للأسواق الآسيوية، مكاسب قوية لكافة المؤشرات الرئيسية اللي أغلقت يوم الجمعة مترقبة تقرير الوظائف الأمريكي. مؤشر نيكاي الياباني ارتفع بأكثر من 4% على مدار الأسبوع، مغلقا عند أعلى مستوياته في أكثر من 3 أشهر على خلفية ارتفاع منسوب التفاؤل حيال تعافي الاقتصاد العالمي. وفي أوروبا، أعلن المركزي عن زيادة حجم برنامج شراء السندات الطارئة الذي أقر في مارس الماضي بمقدار 600 مليار يورو، وبذلك يكون الحجم الإجمالي للبرنامج الذي يهدف إلى مواجهة تداعيات كورونا قد وصل إلى 1.35 تريليون مليار يورو. وقال المركزي الأوروبي إن برنامج شراء السندات هذا سيمتد حتى يونيو من عام 2021. خطوة المركزي الأوروبي دعمت الأسواق الأوروبية في جلسة الجمعة لترتفع بذلك المكاسب الأسبوعية لمعظم المؤشرات إلى أكثر من 10% على مؤشر فوتسي سجل أقوى أداء أسبوعي له في نحو شهر، بينما وصل مؤشرات داكس وكاك 40 إلى أعلى مستوياتهما في 3 أشهر. وأعود إلى نور الدين الحموري في أبو ظبي. نور، حزمة التحفيز الألمانية الخاصة بأكبر اقتصاد أوروبي بمقدار 130 مليار يورو، ما نوع الرسالة التي تبعث بها إلى الأسواق؟
نعم، ليست فقط إشارة للأسواق بينما أيضا إشارة للمحكمة الدستورية الألمانية التي ذكرت أنه في هناك بعض من خيارات برامج التيسير الكمي من قبل البنك المركزي الأوروبي قد لا تكون قانونية. الرسالة الواضحة من قبل ألمانيا بأنه سنقوم بفعل ما نستطيع به سواء على مستوى الحكومة أو غير الحكومة لدعم الاقتصاد للعودة مرة أخرى لعملية أو دعم عملية التعافي، بعد أيضا شاهدنا ارتفاعات بحوالي ربع مليون شخص فقدوا وظائفهم في ألمانيا لوحدها خلال الشهر الماضي. لذلك هي رسالة للاثنين، سواء كان للمحكمة الألمانية للمحكمة الدستورية الألمانية التي نوعا ما ذكرت أنه بعض برامج التيسير الكمي غير قانونية، وأيضا رسالة للبنك المركزي الأوروبي بأنه حتى لو لم يدعم المركزي الأوروبي أي من هذه القرارات أو قرارات المحكمة الدستورية حتى الآن على الأقل لم نشهد أي نوع من الرد من قبل البنك المركزي الأوروبي. نعم. ستقوم الحكومة الألمانية بدفع عجلة النمو حتى إشعار آخر. نور، أريد الحديث عن زوج اليورو دولار وعن قوة اليورو، إذا كانت الحكاية حكاية دولار فعليا أم حكاية العملة الموحدة؟ الاثنين معا. بداية، البنك المركزي أو البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي برنامج التيسير الكمي الذي قام أو الذي حتى الآن يقوم به لازال هو أكبر من برنامج التيسير الكمي الذي يقوم به البنك المركزي الأوروبي حتى بعد القرار الأخير الذي قام أيضا برفع برنامج التيسير الكمي من جديد. الشيء الأهم، الأسواق تنتظر أن يكون هناك لدينا أي نوع من التلميح لخفض أسعار الفوائد على اليورو. طالما لم نسمع أي حديث من قبل كريستين لاغارد بأنه سيكون هناك في خطة أو على الأقل حديث لخفض أسعار الفوائد، اليورو يبقى نوع من الإيجابية. شهدنا 8 جلسات من الارتفاع على التوالي، هذا الشيء لم يشهده اليورو منذ سنوات، لكن بدأنا أيضا نعود لحالة من التصحيح نوعا ما. لذلك اليورو يبقى في نوع من الإيجابية في ظل أنه برنامج التيسير الكمي للفدرالي هو الأسرع والأكبر حول العالم بالمقارنة مع بقية العملات بما فيها أيضا اليورو، ولا نستغرب حتى الوصول اليورو إلى مستويات 1.17. نور الدين الحموري، كبير استراتيجي الأسواق في FBS من أبوظبي، شكرا جزيلا لك. وتوقع البنك المركزي الأوروبي أن تعاني منطقة اليورو من ركود عميق هذا العام جراء تداعيات فيروس كورونا. رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد كشفت أن البنك يتوقع انكماش اقتصادي منطقة العملة الموحدة بنسبة 8.7% خلال عام 2020 على أن يستعيد نموه خلال العام المقبل مسجلا 5.2%. هذه خريطة المال وفيها بعد قليل، هل تأخذ رياح كوفيد-19 الخلفية قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة إلى المستوى التالي؟ لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم. سجلت سوق الدفع الإلكتروني العالمية 3.714 تريليون دولار من الصفقات خلال 2019، هذا ما كشفه موقع Research and Markets الذي توقع يحقق قطاع الدفع الإلكتروني نموا سنويا مركبا بنحو 24% حتى عام 2025 على أن يبلغ حجم السوق 12.4 تريليون دولار بعد 5 سنوات. تقرير Research and Markets اعتبر أن المبادرات الحكومية حول العالم تساهم في تعزيز بيئة الدفع الرقمي، إضافة إلى الزيادة القوية في استخدام الهواتف الذكية والتي تسهم في تعزيز نمو سوق الدفع الإلكتروني. وللمزيد ينضم إلي في الاستوديو عمر سدودي، الرئيس التنفيذي لشركة بيفورت. عمر، أهلا وسهلا بك. قطاع التكنولوجيا المالية وأنتم من رواده شهد تطورا مضطردا على مدى السنوات القليلة الماضية، هل غيرت أزمة كوفيد-19 شيئا بالنسبة لتسارع هذا النمو؟ أولا زينة، شكرا لدعوتكم وعلى تسليط الضوء لهذا الموضوع المهم في هذه الفترة الصعبة. لو بصيتي على مراحل التطوير للتقنية المالية والفينتك، المرحلة الأولى بدأت حوالي سنة 2012، من 2012 إلى 2015 في هذه المرحلة رأينا حوالي 100 شركة تطوير للفينتك بدأت عملها. في هذه الفترة رأينا ازدياد المستخدمين والمستهلكين للتطبيقات وللشركات المالية. شفنا برضو عديد من الاستثمارات في هذه المرحلة، حوالي 250 مليون دولار قيمة الاستثمار في الفينتك في أول 5 سنين، وشفنا investments وحتى استحواذات كشركة أمازون استحوذها على شركة بيفورد. رأينا أيضا ات
partnership بين شراكات بين المشرعين والشركات الناشئة. رأينا شراكات بين البنوك الكبيرة والشركات الناشئة الصغيرة. فدي المرحلة الأولى هي الفرونتيرا وهي مرحلة الاستكشاف. المرحلة اللي بدأنا ندخل فيها هي مرحلة الإيمرجينج أو المرحلة الناشئة. وهذه المرحلة ابتدينا نشوف معدلات النمو بتوصل لحوالي 250 أو 300 نمو معدل النمو عاما على عام، مقارنة بحوالي 70% معدلات النمو في المرحلة الاستكشافية. رأينا برضو وجود ساند بوكسز حوالين الشرق الأوسط أو الحضانات في السعودية، في الإمارات، في البحرين وفي مصر. ودي ساعدت الانتربرنورز أو رواد الأعمال أنهم يتست أند ليرن أو يختبروا البزنس موديل بتاعتهم through الحضانات دي. كوفيد 19 يمكن أن يزيد من التسارع في نمو هذا القطاع؟ هو طبعا أي ترند أو أي توجه بيساعد على قد ما يقدر. في هذه المرحلة رأينا معدلات الدفع الإلكتروني تزايدت حوالي 10-15% في الأربع الأشهر اللي فاتوا. فرأينا مستخدمين كانوا عايزين يشتغلوا أو عايزين فعل الإنترنت، كانوا الأول مش معدل الثقة بتاعهم كان أقل. دلوقتي معدل الثقة بتاعهم زاد. فرأينا معدل التجارة الإلكترونية for example في مصر تزايد من حوالي 30% دفع إلكتروني إلى 40%، بالسعودية حوالي نوصل من 50% إلى 60%، والإمارات وصل لحوالي 80% في بعض عمر لا شك بأنه هاي الأجواء عملت نوعا ما بعض الزحمة وبعض الضغط حتى ربما على بعض شركات. حدثني عن مبادرة ستارت اب ستاي اب اللي اطلقتموها، وشو الهدف منها؟ ستارت اب ستاي اب احنا في الدي ان اي بتاعنا او في الحامض النووي بتاع شركة باي فورت نساعد الشركات الناشئة. ففي هذه المرحلة لقينا مرحلة صعبة لشركات كثيرة. اول حاجة قلنا هنشيل المونثلي فيز بتاعتهم، بس ما كانتش كفايه، فقلنا ازاي نزود عمليات الشراء عليهم، فازاي نكتر لهم المستخدمين. فستارت اب ستاي اب مصممه للشركات الناشئه، حوالي 100 شركه ناشئه في مصر والامارات والسعوديه، مع شراكه مع ناشونال بنك، مع اميريتس ام بي دي، وسعودي اريبيا بريتش بنك، وسي اي بي. ازاي نزود التوعيه على التطبيقات والشركات الناشئه دي في الثلاثه ماركت، جذب المستخدمين وتعريفهم عنها، بعتقد عبر حملات على وسائل التواصل الاجتماعي عم بتقوموا فيها. طيب عمر، هذا يدفعني لسؤال، عمليه تحديد حجب الانفاق اللي يجب ان تقوم به شركه ناشئه في عمليه تحولها الرقمي في ظل ضغط متزايد اليوم، يعني الى اي مدى هي عمليه دقيقه، وعلى شو لازم يركزوا رواد الاعمال؟ رواد الأعمال وفرق العمل لشركات الفينتك أو التقنية المالية، طبعا في فرصة كبيرة للنمو، بس لازم برضو يبقى في بالانس بين فرصة النمو والعرض والطلب. ولازم يقدر الانتربرنور أو فريق العمل يسأل نفس السؤال، إيه الشورت تيرم versus اللونج تيرم، أو إيه قصير الأجل مقارنة. هذا ينطبق على الطلب حتى ينطبق على الطلب، لأنه ممكن الطلب يتغير في شهر أو شهرين مع رجوع الكونسيومر بيهيفير لطريقة الطريقة الأولى اللي بيشتغل فيها. أفق قديش بده يكون عنده كاش فلو لازم يوسع؟ أكيد طبعا، يعني كل الشركات الناشئة ليها زي بنقول رانواي، وهو بيدل على رأس المال الموجود انه يفاينانس البزنس او يمول البزنس لمده 6 شهور او سنه. فلو معدل النمو زاد الرانوي بيقصر، فلازم الانتربرنورز او رواد الاعمال وفرق العمل بتاعتهم ياخدوا في الاعتبار. عمر، اخيرا وباختصار شديد، هل ترى تغير في شهيه راس المال تجاه الاستثمار في قطاع الفينتك في منطقتنا؟ اي هوب سو. يعني التكنولوجيا الماليه او الفينتك هي لسه في الايمرجينج ستيج او لسه في المرحله الناشئه. في حوالي 250-300% معدلات نمو عاما على عام. فدي مؤشرات مبشره لاي مستثمر في نوت اونلي في الشرق الاوسط بل في العالم. عمر سدودي الرئيس التنفيذي لشركه باي فورت، شكرا جزيلا لك. شكرا.
وتعد بريطانيا مركزا عالميا لقطاع التكنولوجيا المالية، فحجم الاستثمارات التي استقطبتها شركات الفينتك الناشئة في لندن ارتفع بنسبة 500% منذ عام 2017 مقارنة مع 170% للولايات المتحدة و133% في أوروبا. ومن بين هذه الشركات المصارف الرقمية المعروفة بالتشالنجر بانكس في مواجهة المصارف التقليدية العريقة. تتمتع البنوك الرقمية ببنية تكنولوجية كاملة ترفع كفاءتها، وهي لا تملك ما تملكه المصارف التقليدية من فروع ومكاتب. من أشهر هذه البنوك الرقمية في بريطانيا مونزو وريفولوت، اللذان يحققان نموا مذهلا في بضعة أعوام. فمونزو تأسس عام 2015، ارتفع عدد مستخدميه من 30 ألف فقط في عام 2016 إلى 3,300,000 في عام 2019، بينما تقدر قيمة المصرف وفق أحدث جولة تمويلية بأكثر من 1.5 مليار دولار بحسب الفاينانشال تايمز. أما ريفولوت الذي تأسس عام 2015 فيستقطب 3.5 مليون مستخدم، علما أن عدد هؤلاء كان عند نحو 600,000 في 2017. المصرف حصل في فبراير الماضي على 500 مليون دولار من التمويل وفق تقييم إجمالي ب 5.5 مليار دولار للشركة، ما يجعلها إحدى أكبر شركات التكنولوجيا المالية الفينتك في أوروبا. جاد صالحة وكريم غزال رائدا أعمال عربيان يستعدان لإطلاق مصرف رقمي في لندن. تحدثت في وقت سابق مع جاد وسألته عما إذا كانت السوق هناك تتسع لمزيد من المصارف. ديجيتال بانكينج هو تغيير كتير جذري عن كيف كان الترديشنال بانكس. ما بتضطر يكون عندك فروع بكل محل وبتبني كل السيرفيس من الصفر، فبيكونوا السيستمز كتير افيشنت. فنحن تنقدر تنعمل لونشينج لهالبرودكت صعبة بس تنعمل وما بتاخذ كثير انفستمنت مثل ما كان من زمان واحد يفتح بنك. فالفكرة انه فيك تمسك التليفون وتفتح حساب عندنا تايمر بهاللحظة بنعملها بدقيقة او 20 ثانية. يكون عندك حساب بنك معمول KYCs، نعرف مين انت، بيكون عندنا العنوانك والاي دي تبعك، ونعرف بيسكلي انه فينا نفتح لك حساب وحسابك مفتوح بخلال دقيقه و20 ثانيه. فبنعمل كل شيء هين، ما بيضطر واحد ينزل على 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 مصرف، ما بيضطر يحكي مع حدا من بيته، 24 ساعه بيقدر يفتح حساب. هلا في كذا بنك ديجيتال ببريطانيا، بس الريجوليتر أخذ فكرة أنه لازم يكون في كومبيتيشن أكثر. هلا ما فينا نحن، في ناس مثل مونزو وريفولوت، هلا الفالويشنز تبعهم قيمتهم كتير عالية، فعندهم كاش كتير، بس يلي ما بيقدروا يعملوه ما بيقدروا يركزوا على فئات صغيرة، هن أخذوا أبروتش كتير واسعة. نحن ما فينا نكبر بهالسرعة مثل ما كان من زمان، فأخذنا قرار أنه نعمل فوكس على جروب معين. وبهالحالة لأنه الباكراوند تبعنا قلنا ما نعمل بانك حسب القيم الشريعة، فما نساعد المسلمين بأوروبا إن يكون عندهم بانكينج سيرفيسز هن حسب الشريعة الإسلامية. هلا أوروبا طبعا ما فيها مسلمين قد دول تانية، بس في 28 مليون مسلم بأوروبا، والأعداد مفروض تعمل تزيد 3 مرات من هلا ل 2050، يلي بتحسيها كتير بعيدة بس ما أنها كتير بعيدة. الزيادة اللي كتير مهم قلنا إنه الأعمار تبع المسلمين in general المسلمين هن 8 سنين أصغر بالعمر on average من أي فئة تانية، يلي معناه هذا انه بين 65 و68% من المسلمين هن 40 سنه ل 18 سنه، فميلينيال وجن زي. فما بنضطر نعلم عالم او نثقف عالم كيف بده يستعملوا تليفوناتهم عشان يعملوا بانكينج. يعني عملنا سيرفي ولقينا انه تقريبا 96% من المسلمين بيحبوا يكون عنده فاينانشال سيرفيسز حسب الشريعه. 68% لقوا إنه البانكينج سيرفيسز الإسلامية يلي موجودة هلأ بأوروبا كتير بطيئة وما بيقدروا يتكلوا على البرودكتس تبعها.
جاد صالحة قال لي إن ماي أحمد بصدد جولة تمويلية جديدة بعد أن خصصت الشركة تمويل الأنجل إنفستمنت اللي حصلت عليه لبناء التطبيق والتقدم للحصول على الرخص المطلوبة، وتأمل الشركة أن تبدأ باستقبال العملاء في الربع الرابع من 2020. كشف استطلاع أجرته شركة ماجنت مع مجموعة من رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن إمكانية تحقيق العائدات في ظل الظروف الحالية تشكل مصدر القلق الأكبر لأكثر من نصف أصحاب الشركات الناشئة، بينما 41% من رواد الأعمال يتوقعون أن تسجل العائدات نموا أقل من التوقعات السابقة. 21% من المستطلعين قالوا لماجنت إن هذا النمو سيكون أقل من المعدل المسجل في عام 2019. 85% من أصحاب الشركات الناشئة توقعوا أن يتراجع حجم التمويل المستهدف للشركات الناشئة في 2020 مقارنة مع 2019، الأمر الذي دفع بأكثر من 50% من رواد الأعمال إلى تعديل خططهم التمويلية. وبينما لم ينجح 75% من رواد الأعمال الذين شملهم الاستطلاع في إعادة التفاوض بشأن تخفيض كلف الإيجار الخاصة بمكاتبهم، يتطلع 83% للاستفادة من المبادرات الحكومية الداعمة للقطاع في المنطقة. وقبل أسبوعين انطلق هنا تطبيق زينة، وهو أول تطبيق مرخص يسمح لأصحاب الحسابات المصرفية في دولة الإمارات باستخدام هواتفهم الذكية لإرسال واستقبال الأموال عبر رسائل نصية، بعدما تمكنت الشركة الناشئة من جمع تمويل لمرحلة ما قبل البذور بقيمة 850 ألف دولار بقيادة كلاس 5 جلوبل التي يقع مقرها في مدينة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية. وللمزيد ينضم إلي في الاستوديو فيصل طوقان، مؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة زينة. فيصل أهلا وسهلا بك، أحكيني عن الفكرة خلف تطبيق زينة. Thank you زينة. فهي فكرة زينة، هلأ لو أنا بدي أحول مصاري لواحد من أصحابي أو أي شخص آخر بالإمارات، في طريقين، يا أما بنزل على ATM بسحب كاش وبسلم لهم الكاش بإيدهم، أو بفتح الويب سايت تاع البنك وبحط البنك ادرس والسيفت كود وبتعمل اد بنفيشري، وفي مليون ستيب وبروسس لاعبين بتحولي مصاري. فاحنا مع زينة هلا بسطنا البروسس، و all you have to do right now is go into the platform, put someone's username or you put their phone number, you can enter an amount, it could be 2 درهم او 2000 درهم، الكميه ما بتفرق، يا اما باليوزر نيم باسم المستخدم يا اما برقم الهاتف بس، وتجري عمليه التحويل. بالضبط. طيب اليوم انتوا بدأت التحضير لزينة قبل الكرايسيس، قبل أزمة كوفيد 19، هل أخرتكم الأزمة أم غيرت بالتايم لاين تبعكم، سرعت في عملية إطلاق المنتج؟ هلا مع كوفيد 19 it accelerated the entire process. So we saw some interest from investors, from consumers before. آخر شهر we've seen everything accelerate. Investors jumped on board. We've seen customers since 2 weeks of launch jump at the application. They had a backlog of transactions they wanted to send to families, to friends, to and we launched right before Eid as well. So we saw that a massive use case was ناس بعتوا عيدية لبعض. فإذا كوفيد 19 سرع عملية الإطلاق بالنسبة لإلكم، لأنه سرع باهتمام المستثمرين باستغلال هذه الفرصة وربما أملكم جمل جولة التمويلية بشكل أسرع، وكذلك شاهدتم اهتمام من العملاء لاستخدام التطبيق. طيب أسبوعين على انطلاقكم، كم داونلود حصل على التطبيق وقديش تحولت أموال عبره؟ هلا بدناش نحكي بالضبط، بس شفنا فوق الألف داونلود. أوكي. لهلا في أسبوعين. في أسبوعين بالضبط. ولهلا الناس أول إشي لاحظناه إشي غريب، بس it's very interesting is actually people were checking out the platform and they were seeing if they could trust it. فبتلاقي أول ترانزاكشن بكون بعتين درهم درهمين خمسة درهم وبكونوا مش متأكدين من البلاتفورم. حتى أصحابي. عملية اختبار للمنصة. بالضبط. بعدين اول ما شافوا انه زبطت وشافوا انه كومبليت الترانزاكشن وبلشوا يبعثوا كميات اكثر، وهلا ناس تعودوا على البلاتفورم، واخر اسبوعين شفنا تقريبا 90,000 درهم من التحويلات الداخليه. طيب فيصل قديش بتستهدفوا عدد عملاء خلال الاشهر السته المقبله لنقل؟ هلا احنا التارجت تاعنا تقريبا 20,000، بس انه on the higher end we're aiming for 20,000، on the lower end we're aiming for 10,000. فإذا بين 10,000 و20,000 خلال ستة أشهر. ال 850,000 دولار أنفقتوا جزء كبير منها اللي حصلتوا عليها من الجولة التمويلية ولا لسه؟ Until now we only spent a minor fraction of it. جزء صغير. جزء صغير منها، وإحنا هلا
مع انه بنينا البلاتفورم بنصرف هلا مصاري على انجينيرينج وعلى ماركتينج كمان التسويق. هل تستهدفون في مرحلة لاحقة انه تفتحوا في اسواق اخرى؟ هلا عين على السعودية وعين على الاردن عشان في their massive youth populations. We're also looking at Egypt. So Egypt, Saudi and Jordan. مصر الأردن والسعودية. So they're digitally savvy. Population has grown up with telephones. Mobile penetration is through the roof. And I'm not sure if you've seen, but on our platform there's a social component. That's it's something. في في مكون اجتماعي يعني اللي بيبعت بيقدر كمان يشارك أصدقائه إنه هو حول أموال ويبعت معه نكات. يمكن هذا الشيء بيخلي موضوع المال كله أقل إجهادا. Exactly. فهلا في دراسة مع Apple came out with a study where they actually linked brain sensors to people's minds. And one thing that they did was they threw random terms. فكان يحكوا random words at people: park, sun, light. And they used to throw financial terms at people, so stocks, bonds. And they realized people's stress level spiked. سريعا بس لحتى نقول انه هاي الدراسة اللي حطت مجسات على أدمغة الناس بيّنت انه لما بيسمعوا كلمات إلى علاقة بعالم المال بيسيبون التوتر، لكن لما بيسمعوا كلمات إلى علاقة بتطبيقات مالية بيكونوا مرتاحين. عموما نتمنى لكم التوفيق. ولزينة فيصل توقان مؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لزينة، شكرا جزيلا لك. هذه خريطة المال وفيها بعد قليل: هل غير كوفيد 19 علاقة المستهلكين بمراكز التسوق إلى غير رجعة؟ لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم. أعلنت مجموعة ريلاينس إندستريز الهندية والتي تعمل في مجالات عدة تمتد من الطاقة إلى الاتصالات أن صندوق مبادلة الإماراتي يعتزم شراء حصة 1.85% من وحدة جيو الرقمية التابعة بقيمة 1.210 مليار دولار. وباعت ريلاينس حاليا حصة مجمعة قدرها 19% من جيو بلاتفورمز التي تضم تطبيقات للأفلام والموسيقى ومشروع الاتصالات جيو إنفوكوم عبر 6 صفقات. ويعد الاستثمار في جيو بلاتفورمز أكبر استثمار في شركة هندية لمبادلة، أكبر مستثمر حكومي في أبوظبي بعد جهاز أبوظبي للاستثمار. وورد قبل قليل أن جهاز أبوظبي للاستثمار يعتزم شراء حصة 1.16% في منصة جيو مقابل 752 مليون دولار. والإمارات تواصل محاولة العودة التدريجية باتجاه حياة تشبه بملامحها حياة ما قبل كوفيد 19. في 27 من مايو الماضي، أي قبل أقل من أسبوعين، رفعت دبي القيود عن الحركة والأنشطة الاقتصادية من 6 صباحا وحتى 11 مساء. فجرى سماح باستئناف بعض أنشطة مرافق البيع بالتجزئة والجملة مع الخضوع لمزيد من عمليات التعقيم وإجراءات التباعد الاجتماعي. شمل القرار دور العرض السينمائي والصالات الرياضية الداخلية والمراكز التعليمية والعلاجية للأطفال، من بين أنشطة أخرى. سمحت دبي باستئناف أنشطة المطاعم والمقاهي وأعادت فتح الحدائق العامة ضمن قيود. وللمزيد حول الأعمال والتجزئة ومراكز التسوق التي تعد عصبا أساسيا لاقتصاد الإمارة، ينضم إلي في الاستوديو السيد فؤاد منصور شرف، المدير العام لإدارة العقارات مراكز التسوق في الإمارات والبحرين وعمان لدى شركة ماجد الفوتيم. فؤاد أهلا وسهلا بك. دخل قرار أنه يكون المولات فيهم إشغال كامل، حيز التنفيذ بالفعل على الأرض، عن أي نسبة نتحدث؟ احنا طبعا ياسين نتكلم اليوم عن 100%. القرار هذا ما جاء من فراغ، أكيد جاء على طريقة تدريجية، وهذا نتاج تعاون بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي. اليوم حكومة دولة الإمارات يضرب فيها المثل في موضوع كيف أنها حلت هذا الموضوع وكيف تدريجيا تم فتح مراكز التسوق. فنتكلم اليوم عن اجتماعات دارت بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، تم تقييم الوضع، بدينا ب30 وزاد السقف إلى أن وصلنا 100%. لكن فعليا على الأرض هل الإشغال عاد إلى مستويات ما قبل كوفيد 19؟ يعني أنا بالملاحظة أكاد أجزم أنه لم يعد. okay. اليوم نتكلم عن أزمة عشناها، صح. وفي خوف وفي حذر طبعا. أكيد الأمور راح ترجع تدريجيا، بس أبشرك الأمور جدا إيجابية. اليوم الأرقام من أعلنت حكومة دولة الإمارات زيادة السقف إلى 100%،
في إقبال كبير على مراكز التسوق وشهدناه إحنا. نحن اليوم نتكلم عن سيتي سنتر ديرة، سيتي سنتر مردف، ومول الإمارات وسيتي سنتر. عطيني فكرة كيف تطورت الإقبال. نحن ياسين نتكلم عن نسبة كبيرة، يعني اليوم ياسين نشوف تجربة المتسوق اختلفت، طريقته في التسوق اختلفت، عند وعي كامل. أجهزة الإعلام قامت بدور كبير في تثقيف البشر، واليوم لما يتوافدون للمول يكونون على دراية كاملة بالأشياء اللي مطلوبة منهم قبل لا يدخلون المركز، مركز التسوق. نتكلم عن لبس الكمامات، الدخول والتقبل الكاميرات الحرارية، التباعد الجسدي، عدد الأفراد اللي موجودين في المحلات. هذه أمور كلها على دراية هم فيها، وحتى المحلات نفسها مستعدة لهذا الموضوع والوضع، وحتى المطاعم والكافيهات والسينمات وأسكي دبي. مثل ما ذكرت يوب، ربما علاقة المستهلك مع عملية التسوق تغيرت في خلال أزمة كوفيد-19. هل هذا يعني بأنه أيضا المول يجب أن تتغير شخصيته في المستقبل؟ يعني المول المقبل لمجد الفطيم ماذا سيكون في شيء مختلف؟ نحن قبل ننتقل إلى المول وطريقته وكيف شكله، خلنا نتكلم عن تجربتنا مع الكوفيد-19. نتكلم اليوم عن موضوع اللي هو التسوق الإلكتروني. خلال فترة الإغلاق كان في عندنا التسوق الإلكتروني كفرصة أعطيت للمحلات التجارية أن تكون معانا موجودة وللمتسوقين، فالتجربة كانت جدا رائدة موجودة وكانت من ضمن خططنا. بس للأمانة موضوع الكوفيد-19 خلاها تتسرع وتكون متواجدة للمتسوقين بشكل أكبر. إذا نتكلم عن موضوع وشكل المول في المستقبل، نحن أكيد دائما نصمم المولات على حسب احتياجات المتسوقين نفسهم. فإذا المتسوقين اليوم توجههم إلى أشياء معينة أكيد نلبيها، فأكيد المول راح يتغير كشكل. هي مسألة وقت. وبعدين أنا خليني بس أرجع لنقطة، الناس بدأت ترجع وبدأت تكسب الثقة وبدأت تؤمن أن الحياة لازم ترجع. فحتى لما قلتش طريقة التسوق اختلفت، متواجدين موجودين في المحلات يتسوقون مع أخذ الحيطة والحذر. بطبيعة الحال فترة الإغلاق كانت مرهقة للشركات، لزبائنكم في مراكز التسوق. هل عدتم اليوم لتقاضي إيجارات ما قبل كوفيد-19؟ خلنا نتكلم عن موضوع الفترة اللي صار فيها الإغلاق. طبعا نحن يهمنا مصلحة شركائنا في طبعا الموضوع هذا اللي هم المستأجرين، فأكيد نحن تعاوننا معاهم حتى فترة الإغلاق تم تعليق الإيجارات، وبعدها تم إرسال سندات ائتمانية للمحلات هذه عن فترة الإغلاق. خلنا بعد نوه لك موضوع مهم. إحنا اليوم نتواجد في 5 دول. تجربتنا في دولة الإمارات تجربة متميزة، وأكيد الدول الثانية إذا هم في حاجة أنهم يستفيدون من التجربة نحن موجودين وعلى تنسيق مستمر. اليوم نحن موجودين في عمان والبحرين ومصر ولبنان، فهذا الموضوع مهم أن نحن نعمم التجارب هذه. في عدد كبير من شركائكم أو يعني زبائنكم في المولات طلبوا المزيد من التسهيلات في للمرحلة المقبلة؟ أكيد أكيد. هذا الشيء موجود ونحن على اتصال معهم، يعني في اجتماعات دورية. بس في عنصر مهم بعد، هم أكيد على دراية والكل على دراية فيه. اليوم إذا هم يعني متأثرين، نحن كذلك اليوم ندير شركة، فأكيد في علينا تأثير. نعم. فهذا الموضوع متصل مع بعضه ولازم يكون في توافق، يكون في موازنة للأمرين. فؤاد منصور شرف، المدير العام لإدارة العقارات مراكز التسوق في الإمارات والبحرين وعمان لدى ماجد الفضيم، شكرا جزيلا لك. شكرا. وهذه نظرة على تداولات أسواق الأسهم الخليجية مطلع هذا الأسبوع. مكاسب قوية لسوقي دبي وأبو ظبي اليوم. دبي ارتفعت بأكثر من 4.5% بقيادة أسهم العقار والبنوك. سوق السعودية ارتفعت ب 0.75%. يبقى قطاع التجزئة في السعودية خاسرا لأكثر من 17% من قيمته منذ مطلع هذا العام، من مساهم شركة إعمار مولز التي تدير عددا من مراكز التسوق في الإمارات مثل دبي مول ودبي مارينا مول، تراجع ب 23% منذ يناير الماضي.
أما البورصة المصرية فأغلقت اليوم مرتفعة ب2%. صندوق النقد الدولي أعلن أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يقضي بمنح القاهرة قرضا جديدا بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام يساعدها على مواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا. الاتفاق الذي ينتظر اللمسات الأخيرة من المجلس التنفيذي للصندوق هو الثاني من نوعه منذ بداية أزمة كوفيد-19، وقد أدى تراجع التدفقات النقدية من العملة الصعبة نتيجة توقف حركة السياحة وتراجع حركة التجارة العالمية وانخفاض كل من عائدات قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، أدى إلى انخفاض في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار من 15 جنيه و40 قرش إلى مستوى 16 جنيه ونصف الجنيه. نتوقع أن يعود مرة أخرى لمستوى 18 جنيه، وهو ما قد يمثل ضغط واضح على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. نتوقع أن الحكومة المصرية قد تدخل في مفاوضات ثالثة بعد انتهاء المفاوضات الثانية مع صندوق النقد الدولي. دخلت في مفاوضات أولى بمقدار 2.8 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين. خلال هذا الأسبوع تتحدث مع صندوق النقد الدولي لما يقترب من 5.2 مليار دولار. نتوقع أن يقترب أن يصل إلى 3 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي المقبل، حتى نصل إلى ما يقترب من مستوى 11 مليار دولار. كل تلك التغيرات بالطبع سيكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري من ناحية وعلى المواطن من ناحية أخرى، وهو ما يجب أن تعمل عليه الحكومة على الأقل خلال الفترة المقبلة لتخفيف تلك الوطأة من التحديات على الاقتصاد المحلي. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، لاقوني الأسبوع المقبل في نفس الموعد. أنا زينة صوفان من دبي ومعي خارطة المال.